السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم ويا رب دايما بخير. قبل كل شيء ياريت كلنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وياريت من فضلكم محدش ينسى يعمل لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم إشعار البث المباشر يوميا لتفسير رؤياكم. الفيديو النهاردة عن رمز كلنا أكيد شفناه وهو الأسنان. ايه معنى رؤية الاسنان؟ يعني اللي بيشوفها بتسقط، اللي بيشوفها ان هي في كسر فيها، اللي بيشوف انه في دماء. ايه معنى ده كله؟ الاسنان لو انا شفتها عامة، كل درس او كل سنة لو سقطت بيكون لها تأويل. يعني لو انا انتبهت ان ده الناب بتاعي بيؤول، وهنا بيؤول على الاجداد، فلو انا شفت انه الناب سقط وانه في دماء وفي سوء وفي الم، هنا بتكون للناس الكبيره في العمر اللي هي الاجداد، فما بتكونش محموده، وبيكون لازم انه نخرج صدقه. ده في حاله ايه؟ في حاله كان في الم وكان في دماء. طيب اذا سقط الناب بس لا انا حسيت بالم ولا كان في دم ولا الكلام ده، هنا معناه ايه؟ هنا معناه ان انت هتاخد قرار هتندم عليه فترة طويلة جدا الفترة اللي جاية. فسقوط الناب طالما بدون ألم ودون دماء، ده معنى ان انا هفقد امر عظيم في حياتي نتيجة قرار خاطئ، وهستمر في الندم على الامر او على القرار ده. طيب باقي الاسنان، باقي الاسنان والدروس، طالما ان انا متذكر هو انهي واحد، فدي تذكرها في الرؤية لما تيجي كده ان انت تقص رؤياك، قول انه كانت السنة رقم كذا، كانت الامامية، كانت الدرس الرابع، الدرس الثالث، كل حاجة في الفم بتؤول بناحية الكبير والصغير والاعمام والخلان والكلام ده. طيب لو انا شفت انه درس من دروسي سقط وفي دماء، والدرس ده كان من الأعلى، ده معناه إيه؟ ده معناه فقد رجل من الأهل، ده طالما إنه كان من الأعلى. طيب شفت إنه في درس سقط ولكن من الأسفل مش من الأعلى، هو درس سقط من الأسفل وكان في دماء، هنا معناه فقد امرأة، لكن فقد امرأة من الأهل. طيب لو أنا شفت الأسنان، الأسنان بتكون الأقرب، يعني كل ما شفنا الأسنان الأمامية أعرف إن دي الأقرب الأقرب الأقرب، لحد ما توصل للناس اللي هم مين؟ الناس اللي هم الخلان، الناس اللي هم أولاد الخلان، أولاد الأعمام، هي دي كل ما بنتابعها. طيب الأمامية، الأماميات دي بتعود على الوالدين، بتعود على الإخوة، تعود على المقربين. طيب لو أنا شفت بقى انه سقط في ايدي درس او سنة، سقط في ايدي ومفيش لا دم ولا حاجة، هو سقط في ايدي بس، هنا معناها ايه؟ هنا ابشر مش احذر، لان هنا معناه دخول مال، وان كان درس بيكون مال اكتر، اذا كانت سنة ده معنى انه مال جاي، ولكن مال جاي بقى من ناحية امرأة، مال جاي مبلغ ضعيف مش حاجة كبيرة، ده طالما مفيش دماء. إذا سقطوا في الأرض، يعني شفت إنه مفيش دماء ولا حاجة ولكن في درس أو سنة اتخلع مني وسقط في الأرض، هنا معناه إيه؟ هنا معناه أمرين. أولا للي عنده مشكلة يعرف إن هي هتتحل سريعا جدا أكتر مما تتخيل، للي ما عندوش مشكلة ويشوف إنه في درس سقط ولكن راح في الأرض، فده معناه إن ربنا يصلح الأحوال، ولكن في مال هيهدر، في مال هيفقد الفترة اللي جاية. طيب لو أنا عندي حد مريض وشفت إنه درس ووقع في الأرض وفقد، بس أنا ما شفتش دم، ما شفتش دم، ولكن عندك مريض، فجزء إنه يسقط في الأرض ويختفي، ده معنى إن المريض ده في فترة مرض هتستمر لفترة طويلة ومن بعدها هتنتهي بوفاة. ده لو انا عندي مريض، ولو حتى ما شفتش دم فمعنى ان هو سقط في الارض واختفى، ده معنى طول شقاء الشخص ده او استمرار فترة تعبه، لكن في النهاية بتنتهي بالوفاة.
طيب لو حد شاف ان كل اسنانه سقطت، كل اسنانه بقى لا فيه سنة ولا فيه ضرس ولا فيه اي شيء، هو كله كده سقط، كله سقط، سقط في حجرك، اعرف ان انت اطول اهلك عمرا، انت اطول واحد فيهم هتعيش، او اكتر واحد فيهم هتعيش لفترة طويلة جدا. طيب اذا سقطوا ولكن سقطوا في الارض، سقطوا واختفوا، او شفت نفسي اصلا هما لا سقطوا ولا حاجة، انا شفت الفم عندي ما فيهوش اسنان خالص خالص نهائي، هنا معناها ايه؟ هنا معناها انه مرض بيصيب الرائي وبيكون بحاجة لمن يعينه. ده طالما ان الفم جاي كده، او البق زي ما بنقول جاي فاضي مفيش اسنان خالص، اعرف انها فترة مرض والشخص بيحتاج للي حواليه. طيب لو شفت الاماميين فقط، شفت الاربع اسنان الامامية فقدوا، ده هنا معناه ان انت الفترة اللي جاية انتبه من اي وعود بتخرج منك، لان انت هتوعد حد بشيء لا هتقدر توفيه ولا هتقدر تقوم بيه، لان في امر هيعيقك، يعني هتقول لحد انك هتساعده في حاجة، يعني هتقدم عرض لحد بشيء او وعد بشيء مش هتقدر تلبيه. فالرؤية دي بتكون تنبيه وتحذير من اي قرارات او اي وعود الفترة اللي جاية. طيب لو انا شفت بقى كسر السنة، انا ما شفتش حاجة غير كسر، هي ما سقطتش هي كسرت، دي مش محمودة خالص. مش محمودة ليه؟ مش محمودة الامرين، اولا لانها معناها حزن عظيم جدا للرائي، يعني فترة حزن وفترة ألم نفسي كبيرة جدا للي شاف الرؤية. ثانيا لو عنده حد مريض، ده معنى ان المرض ده هياخد فترة طويلة، فالرؤية بتكون تنبيه انه انت مش عليك شيء الا ان انت تدعيله، ده في فترة مرض طويلة او المرض بتاعه هيستمر الفترة طويلة شوية. للي داخل على ارتباطات ويشوف كسر السنة يعرف ان الموضوع هتحصل فيه مشكلة وهيتوقف، هنا بيكون رمز تحذير. طيب لو انا شفت بقى نصف السنة اللي اتكسر، هو مضاعش، انا شفت النصف المكسور، شفت النصف المكسور ولمسته، يعني نسأل ربنا صلاح الأحوال من ناحية إيه؟ إنه الرؤية هنا بتكون تنبيه بإنه الحدث ده خلال فترة 6 شهور، يعني في مشكلة، في ألم نفسي، في مقاطعة ما بينك وما بين حد، ولكن إذا شفت نصف السنة نصف فقط فده معناه إن الحدث هنا كان في توقيت، وهو بمعنى 6 شهور. طيب لو انا بقى شفت، ودي رؤية محمودة جدا، انه في سنة جديدة بتطلع لي، في سنة جديدة بتطلع او درس جديد بيطلع للحامل، محمودة جدا للحامل، تشوف كانت فوق ولا تحت وكان سنة ولا كانت درس ولا كان الوضع ايه، لان ده معناه انه في فرد هيزيد عليها الفترة اللي جاية، ده للي بيسعى في حمل او الحامل وشافت السن او الدرس فين، هنا تؤول بالجنين اذا كان نوعه انثى او ذكر على حسب مكانه، ده للحامل. لغير الحامل السنة اللي بتطلع جديدة او الدرس ده فرد هيزيد على العيلة الفترة اللي جاية. طيب لو حد مفيش موضوع الحمل ده عنده اصلا، يعني بنت عزباء وشافت ان في سنة او درس جديد بيطلع ليها، ده معنى ان في شخص جديد هيدخل لحياتها، بس ده مش عابر، مش شخص كده هيلمح بارتباط او شخص هيتكلم في ارتباط وموضوع هيتوقف، لا هو جزء انه بيطلع في وسط دروسي واسناني، ده معنى ان ده هيكون فرد من عيلتي هيدخل في وسطنا الفترة اللي جاية، يعني تمام موضوع زواج باذن الرحمن. طيب ايه كمان من الرموز المحمودة؟ تعدد الصفوف، يعني اشوف اسناني دي ان هي بقت كتيرة قوي، مش صف أسنان علوي وسفلي، لا أشوفهم بقى أكتر من صف ورا بعض. دي هنا لو أنا خايفة على حد مريض، خايفة على ابني، خايفة على والدتي، خايفة على حد، وأشوف الرمز ده أعرف إن ده في طولة عمر اللهم بارك لي، تعدد الصفوف أعرف إنه طولة عمر وإنها محمودة جدا 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 بإذن الرحمن، خاصة للمريض.
طيب لو انا شفت بقى ان اسناني كلها وقعت وطلع لي صف اسنان جديد، دي هنا معناها ان اعوامك الماضية دي مش هتقارن بالقادم في شيء، وعلى حسب بقى القادم ده كان ايه. يعني انا شفت الاسنان الجديدة اللي ظهرت دي او صف الاسنان الجديد كان شكله ابيض، كان شكله كويس، كان شكله محمود بالنسبة لي، اعرف ان مفيش فترة مقارنة بين الماضي بتاعك والحاضر، الحاضر والمستقبل بتاعك. الأسنان اللي ظهرت دي سنوات مقبلة بكل ما تحمل من خير وصفاء وسعادة وأمور عظيمة جدا. طب لو جات بقى الصف الجديد ده مكسر ولا أصفر ولا فيه سوء ولا أسنان سودة مش محمودة تماما، دي هنا تحذير وإنذار، واللي يشوفها لازم بيستعيذ ويخرج صدقة بنية صرف سوء الرؤية. فالأسنان ركز جدا فيها، كان في ألم في سقوطها، كان في دماء سقطت في إيدي، سقطت في حجري، سقطت واختفت، اتكسرت فقط، عندي مشاكل في عملي، عندي حد مريض، الوضع إيه؟ كل رؤية وكل سن أو درس زي ما قلنا بتفرق الرؤية بتخص مين أو الرؤية عن إيه. كلنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فضلكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك ياريت يشترك.